ما قدموا للقضية الفلسطينية رغم المعاناة اللي بعانوها؟ وقف مع القضية الفلسطينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام أبو الحاج. نزلنا للشارع الفلسطيني الغزي بالتحديد اليوم نلعب مع الناس مسابقة بسيطة، مسابقة الدول العربية. رح نديهم كل مكتوب فيه هدية باسم دولة معينة، والدولة اللي بحبها رح يختارها ويحكي لنا عنها شو بعرف عنها وشو قدمت للقضية الفلسطينية. خليكم معنا، بس قبل ما نبلش الحلقة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ويلا معنا. مرحبا حبيبي. هلا هلا حبيبي، كيف حالك؟ الله يسعدك، كيف امورك؟ من عنك ان شاء الله تمام. والله الحمد لله تمام. الله يديمك ويسعدك دائما يا رب. شوف اليوم بدنا نلعب مع بعض، اسمها مسابقة ترند الدول العربية، تمام؟ حلو. بدي افرجيك انا معايا كل مكتوب عليه دولة لدولة عربية بحبوا القضية الفلسطينية والسلام، تمام؟ تمام. بدي تختار الدولة المناسبة لك وتقول لي ليش اخترتها ومين هي؟ ومين هي؟ هذا العراق. أول شيء لا، أنا أقول لك من معي. معايا سوريا. سوريا. معايا الأردن. تونس. سلطنة عمان. لا سلطنة عمان. يعني عليك هيك على السريع يعني. هذول لاف يو إلهم. لاف يو. طيب إيش بتعرف عن سلطنة عمان؟ سلطنة عمان للأمانة شعب محترم وطيب وداعمين القضية الفلسطينية. ويا أخي هيك بتحسهم ناس مختلفة عن العالم، شعب إنساني محترم خلوق. إيش قدموا للقضية الفلسطينية يعني لا تحكي عنهم كل هالكلام؟ والله قدموا للقضية الفلسطينية بكفي إنهم داعميننا ومش طالع في إيدهم حاجة. أوكي أي نعم، لأنه هم دولة محبة للسلام تمام، بس بكفي إنه شعب بحبنا. يعني بكفيك انه شعب بحكي لك انتو شعب يا ريت تطلع في ايدنا حاجه نعملكم اياه ومنحبكم ومنعزكم واللي بدكم اياه احنا جاهزين. احنا على يقين انه هي لحد الان لم تطبع مع دوله اسرائيل، تفتكر حيجي الوقت انها تطبع مع اسرائيل؟ والله ما اعتقد، لانه هم اغلب الشعب مش موافق، واذا فكروا انه يطبعوا مع دوله اسرائيل الشعب عندهم يعني عند صح انهم عندهم حريه الراي وهيك امور، بس مش حيوافق نهائي نهائي. كلمتنا الحلوه لاهلنا في سلطنتنا. بحبكم كبشات كبشات. على راسك. الله يسعدك حبيبي. شكرا. مرحبا. اهلا فيك. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. من عنك ان شاء الله امورك تمام. يسعدك تمام الحمد لله. تمام. الله يكرمك دائما يا رب. يا رب. طيب اليوم ايش رايك نلعب لعبه مع بعض؟ توكل على الله. اليوم احنا عندنا ترند الدول العربيه، طبعا كان معنا هدايا اكثر من هيك بس راحت تنفقت يعني. بسيطه. اليوم احنا معنا دوله الاردن وسوريا، كل مكتوب من هدول داخله هديه معينه للبلد اللي بتخصه. ايش الدوله اللي انت بتحبها، الاردن ام سوريا؟ سوريا. يعني عليك هيك هسه. تمام. طب امسك هديه سوريا. طبعا ألف مبروك لك. الله يبارك فيك. إيش بتعرف لنا عن دولة سوريا؟ دولة سوريا شعبها عانى معاناة يعني تقريبا شبيهة بقطاع غزة والظروف اللي مرت فيها والحروب والأشياء هذه، فدولة سوريا بتحسها أنها مقربة أكثر لفلسطين في الأحداث اللي صارت فيها والأشياء اللي صارت فيها من ناحية سياسية واقتصادية وكل حاجة. إيش ما قدموا للقضية الفلسطينية رغم المعاناة اللي بعانوها؟ قدم القضية الفلسطينية الأشياء الاجتماعية اللي بيقولوها والأشياء اللي ظهرت على التلفزيون العربي والأحداث اللي بتصير فيها. بس يعني سوريا بتحب فلسطين. تمام أكيد. طب حافظنا كلمات هيك سورية شوي. عن تحب سوريا؟ عن أكلات يعني أو هذا؟ أكلات سورية، كلمات سورية. إيش في أكلات عن سوريا؟ فتوش ومنقوش و يا لا لا الله يسلمك. ايش بتوجه لنا كلمة حلوة من قطاع غزة لنا في سوريا؟ بوجه كلمة طيبة للإخوان يعني السوريين والشعب السوري أجمعين، يعني إنه شعب فلسطين معكم متعاطف معكم في أي قضية بتصير. شكرا لك وتشرفنا. مرحبا. كل المراحب. كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب. تعرف فيك عاشور؟ عاشور على عيني وراسي. أستاذ عاشور اليوم جايين نعمل معك مسابقة اسمها مسابقة ترند الدول العربية، تمام؟ 100%. فاهم مش أنا ايش بدي أعمل أنا؟ على الورق اللي انت شايفه يا سيدي، انا معايا 6 هدايا كويس، كل هدية عليها علم معين، بدي اياك تختار الدولة اللي انت بتحبها وتقول لي ليش اخترتها وايش اسمها وبعدين تاخذ الهدية، تمام؟ اعرفك انا ايش معاي. جزائر، سلطنة عمان، معايا سوريا، اردن، معايا تونس، معايا سوريا، معايا العراق، ايش بتختار؟ الجزائر. السريع هيك طيب. كان كنت استنى في الجزائر لانه كل الفلسطينيين بحب الجزائريين. هو الجزائريه جزائري مظبوط. طيب قول لي ليش اخترت الجزائر؟ امسك الجزائر اول حاجه. تمام تمام. فرجيني على الكاميرا ليش اخترت الجزائر وايش بتعرف عن دوله الجزائر؟ الجزائر هي معروف يعني عند الشعب الفلسطيني كله انه بلد المليون شهيد،
اخترتها لانه هي الوحيده، هي البلد الوحيده اللي حاسه في الشعب الفلسطيني، هي اللي حاسه ايش بصير فينا، لانه صار فيها زي ما بصير فينا في الوقت الحالي. تفتكر احنا بنعرف انه دوله الجزائر لن تطبع مع دوله اسرائيل نهائيا، ليش لحد الان ما طبعتش؟ ما طبعتش لانه عارفه صحيح ايش اللي بصير في البلد، صار فيها زي ما صار فينا، قدمت شهداء، يعني شايف الظلم، ظلمات على الشعب الفلسطيني. عشان احتضنت هي القضية الفلسطينية وما زالت محتضنها، هي محتضناها وما يعني حتى لاحظناها كمان. انا ممكن اقول لك جميع الدول العربية ممكن تطبع الا دولة الجزائر، يعني تونس. ايش بتوجه لنا كلمة حلوة من قطاع غزة لنا في الجزائر؟ انا كل الاحترام للشعب الجزائري ولدولة الجزائر نفسها. انا رسيلة مشرف. الله يسعدك. الله يرضى عليك. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. طمن عنك، كيف امورك؟ الحمد لله بخير. دائما يا رب تكون بخير. يا رب. طيب اليوم انا موقفك بدي العب معك لعبة اسمها مسابقة ترند الدول العربية، تمام؟ تمام. هي عبارة عن، انا معي اعلام، هي عبارة عن سلطنة عمان، الاردن، تونس، سوريا والعراق. بدي تختار دولة من هدول اللي انت شايفهم وتقول لي ليش اخترتها وايش بتعرف عنهم. العراق مباشرة هي. ليش؟ امسك العراق اول حاجة. ليش اخترت اخر العرب بكافة صدام حسين؟ طيب ايش هي قدمت العراق للشعب الفلسطيني والفلسطيني؟ فلسطيني كتير. كيف؟ في الحروب وفي الدعم في كل حاجة. يعني هو كان مثلا رافض العلاقات الإسرائيلية مع الفلسطينيين. صحيح. ايش قدم صدام حسين لفلسطين؟ قدم روحه. قدم روحه، يا عين عليك. بمختصر تجينا كلمة حلوة لأهلنا في شعب العراق. كل التحية لهم طبعا. أهل العراق. على راسه. تشرفنا حبيبي. مرحبا حبيبي. هلا والله. كيف حالك؟ لوز. هلا والله على السريع. هلا والله، هذه كلمتي. على راسي والله. كيف امورك؟ والله الحمد لله بخير. ايش رايك بما انك مبسوط وقاعد هيك والحمد لله نلعب لعبة بسيطة مع بعض؟ نلعب ايش علينا؟ تفضل. بس احنا لعبتنا مختلفة شوي، لعبتنا في اعلام الدول العربية. احنا طبعا كان معنا اعلام اكثر من هيك بس تقريبا انتهينا. الله جبر. حبيبي شوف، احنا معنا تونس، معنا الاردن، معنا سوريا. ايش اكثر دولة بتحبهم من الثلاثة دول؟ هو انا كلهم بحبهم بس تونس لها حب مفضل. امسك تونس، هاي هدية تونس. على راسي. على قلبي. هذه ايش بتعرف عن تونس وليش اخترتهم؟ تونس يعني هي انا بالنسبة لي بلد بتحب فلسطين، ويعني كمان اكثر حاجة بتدق على غزة. تمام. لان لي صديق انا كانت يعني في تونس وقف مع قضية فلسطينية، يمكن لو على تيك توك تلاقيها سارة، مكتوبة سارة فلسطينية تسمي حالها. كل التحية لسارة. يسعد سارة منورة. المهم فأنا لما كنت أكلمها دائما تسني على غزة وتصور لغزة، بنحب غزة والشعب التونسي، في مؤسسة حتى هناك أنا برضه بتعامل بكلمهم واقفين مع القضية الفلسطينية بشكل عام. إيش هم قدموا لفلسطين أصلا؟ بكفيك الشهيد، في شهيد يعني كبير كان يوصي على، كان يدعم فلسطين، محمد زويل. محمد زويل. زويل. الله يرحمه، هذا طائر الجيش الفلسطيني سبقه. صحيح، وإله هناك يعني كل بيعرفه وبحبه كتير. وأنا كمان بعيد والله الله يرحمه، يعني شهيد ضحى كتير بالنسبة لقضية فلسطين. إيش بدنا نوجه كلمة حلوة من هنا من قطاع غزة لأهلنا في تونس؟ بحبكم برشا برشا. بحبكم برشا برشا. جزائرية صار. جزائرية. أنا إحنا باسمه. أنا كنت أكلم بس يعني اللهجة التونسية صعبة. والله صعبة كتير يعني، حتى كمان جزائرية صعبة. بس أنا بحبهم كتير كتير وبوجه لهم أحلى تحية من قطاع غزة لأهلنا في تونس. التحية. حبيبي. شرف. وبهيك متابعينا الكرام بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وطبعا كنا مستمتعين جدا بحلقتنا مع جمهورنا في قطاع غزة الحبيب. وطرت لهيك. أنا أنت والأعلام اللي حطت أحلى دول. على راسي والله. حبيبي طبعا كنا مستمتعين جدا بحلقتنا لهذا اليوم، كل التحية لأهلنا في قطاع غزة، كل التحية لشعبنا الفلسطيني، كل التحية للدول العربية أجمع، كل التحية لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء جديد. بس قبل ما ننهي حلقتنا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.